السلام عليكم. يقول تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يفهم كثير من الناس من قوله تعالى يعصرون الضيق والشدة، ولكن معنى الآية غير ذلك، بل معناها أن بعد سني الجدب السبع يأتي عام يفرج فيه على الناس، ويأتي اليسر بعد العسر، ففيه يغاث الناس أي ينزل عليهم الغيث، وفيه يعصرون قيل يعصرون الأعناب خمورا. والخمر لم تكن محرمة في شرع من قبلنا كما هو معلوم. وقيل معنى يعصرون ينجون من الهلاك الموشك، ومن معاني العصر في اللغة النجاة والحرز والملجأ. ومن ذلك قول أبي زبيد يرثي ابن أخته اللجلاج يقول: غير أن اللجلاج هد جناحي يوم فارقته بأعلى الصعيد، صاديا يستغيث غير مغاث، ولقد كان عسرة المنجود. يقول سبحانه وتعالى في سورة يوسف أيضا: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. البضاعة المزجاة هي القليلة التي لا يرغب في مثلها، واشتقاق الكلمة من التزجية بمعنى الدفع، فكأن صاحبها يزجيها أمامه أي يدفعها دفعا ليقبلها صاحبه. ومنه قول عدي بن الرقاع الشاعر المعروف يصف أم الغزال وهي تدفع ولدها أمامها، يقول: تزجي أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدوات مدادها. وإبرة الروق آخر حافة القرن، وقرن الغزال يكون في آخره سواد، فهو يصف هذا السواد في قرن صغير الغزال بأنه كقلم أصاب مدادا من الدواء. يقول سبحانه وتعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. التفنيد في اللغة النسبة للفند، وهو اختلال العقل بضعف الرأي أو الخرف ونحوه. ومنه يقال: فندت كلامه، وفندت حججه، أي جعلت كلامه فندا، تشبيها له بكلام المخرف، أي أظهرت ما فيه من تناقض حتى صار كلامه كالهذيان. ومنه قول دعبل الخزاعي يهجو أهل زمانه، يقول: ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم إني لم أقل فندا، أي لا أقول كلاما مختلا خارجا عن طرائق العقلاء حين جمعت بين كثرة الناس وقلتهم في آن واحد. ثم يفسر ذلك بقوله: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، فهو يريد أنهم كثيرون في العدد ولكنهم قليلون في النفع. يقول سبحانه: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. النخيل الصنوان جمع صنو، وهو ما اجتمع منها في أصل واحد، وغير الصنوان ما تفرق وانفرد كل منها بأصله. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.